السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة ثالثة من محاكي الكهربائي. شكرا لكم على كومنتاتكم في الحلقات الماضية ودعمكم باللايكات، والله لولا دعمكم الواحد ما بيستمر. وهذه اللايكات اللي تحطوا لي اياها في المقاطع دائما انا اطلبها، لانها كثر اللايكات يخلي اليوتيوب يقترح المقطع لاكثر عدد مشاهده، فانتم باللايكات هذه تدعموني وتحفزوني للاستمرار. وخلنا نشوف تكمله الديمو. صراحه انا الديمو ما توقعت انه يكون طويل بهذه الصوره. مثل ما تشوفون جاني طلبين حاليا من بعد اللي صلحنا لها البيت اخر مره. مثل ما شفتوا يا اخوان كانت الصعوبه في الحلقه الاولى والثانيه نوعا ما، يعني اول ثلاث مشانات تقريبا كانت سهله مره، فاتوقع مثل ما تشوفون في صعوبه راح تكون في الحلقه هذه، والظاهر راح نجيب العيد. المصيبه ان كانت هذيك شو اسمه تعتبر يعني سهله المهمات، وفوق هذا تشوط بالكهرباء، لكن يلا ما عليه. ما شاء الله وصل الجوب تايم الى 10 دقائق، يا ساتر، و420 دولار و390 اكس بي. طيب هذا يقول لي انا احتاج مساعدتك، انا احب شو اسمه هذه الزهور، ولكن يريد الاضاءه يعني نوعا ما خافته الظاهر لوكي، هذا اللي يقصد فيه، ويتوقع ان في احد خرب الاضاءه اللي كانت عنده، يمكن احد لعب بالكابلات وكذا، فاحتاج تصليحها باسرع وقت ممكن، as soon as possible. هذا اختصارها ASAP عشان تعرفون في المهم I hope you can handle it. اتمنى انك فعليك لعباتي انا. ايش السجستشن؟ اوكي اقترح لي كيبلات. حلو، تعرفنا على شيء جديد باللعبه. كيبل واحد ب 2 دولار، اشتري 10 كيبلات، 10 كيبلات يلا 20. ما شاء الله سريع سريع بيدي، ودني المهمه. طيب الحين يقول لي بعلمك كيف تستخدم الكيبلات، وانتبه لموضوع الفيوز بوكس اللي شفناها في الحلقات الماضيه. انا وين الحين؟ باك تو اوفيس. اوكي ما شاء الله هذه الاضاءه شغاله، وال 200 200 ايش السالفه؟ كاميرا مراقبه حاطها عند الزراعة. طيب ايوه اوكي اوكي، يقول لي شغل الفلاش لايت. والله اني فاهم، نسيت انه في فلاش لايت. اوكي اوكي، هذا الفيوز بوكس يا اخوان، وهذا الاضاءة اللي خربانة. ايوه اوكي ما شاء الله، يعني اذا خربت الاضاءة راح تموت النباتات عنده، فلازم نستغل الفرصة هذه وندفعه مبالغ كبيرة نكحتها. طيب فيوز بوكسز لايك خلاص شفناه، يقول لي ما ادري ايش متخبي هذا. ويا ابوي يعني You need a key. اها اوكي، هنا الليت يا اخوان، وهنا الفيوز بوكس، وهذا المفتاح واضح. شوف هذا مفتاح ولا ايش؟ فيوز بوكس كي يا اخي. ايش استغفر الله، اقول لكم كهربائيه يا اخوان معقدين. طيب مخبي مفتاح الفيوز بوكس داخل النبته عشان ما حد يجي يطفيه ولا ايش الوضع؟ ايوه ايش هذا؟ هذه التوصيلات الجداريه يا شباب. اوكي يقول لي الحين فيوز بوكس مفتوح، لازم تشبك منه الى هذا، كان ما في توصيلات يعني، بس ركب السويتش وما في توصيل كهرباء. وريمبر ريمبر انك تطفي البتاع هذا. حلو الحين طفيناه، الحين نقدر نهندس. طيب وين الكابلات حقي؟ هذه الكابلات نيجي نوصلها. دقيقه دي خلنا نطفي هذا اول شيء. حلو كلهم طافين، نشبك الحين شبكته. والله ظاهر شبكته. هذا ايش هذا؟ اوكي توصله من الكورنر هذا الى الكورنر هذا. ليه؟ ايش السالفه؟ نو كيبل كونكتد، لازم افتح هذا ولا ايش؟ لا اوكي اوكي، لازم تعلم الاشاره. اوكي الحين يريدني اجربه بعد ما شبكناه. خلنا نشغل هذا. الحلو ان التوصيلات كلها مخفيه على اساس انه ما في طابوق، يعني من وراء الطابوق عرفت؟ من فيوز يا سلام اشتغلت. افا يقول لي dont work as they should، يعني ما اشتغلت مثل ما هو المفروض تشتغل. press U to see cable that you current connected. اوكي وين اليو؟ اوكي اشتغل واحد بس البقيه طافين، ولا هذا شغال من اول؟ لا تو اشتغل. اوكي لازم امسك الكابلات بيدي بعدين اضغط اليو. حلو الكهرباء هذه متوصله يا اخوان، طالعه لفوق. اوكي هذه التوصيلات من اول موجوده، وبعدين وصلت للمبه الاولى. حلو اللمبات الثانيه مش متوصل لها، بسيط تشوطنا مرة ثانية. راسي. طيب رجعنا نشبك هذا بعد ما طفينا الكهرباء. اوكي الحين بيشتغلون البقية مفروض كاملين، ومن هنا ايوه ليه ما نقدر نوصل هذا بهذا؟ فيه مشكل. اوكي اشتغل الثلاثة هذيلا، وهذا ما اقدر اشبكه لانه ما في اوت هنا، وهذا ان هذا الظاهر اشبك الحاله. خلنا نطفي شو اسمه ذا، هذا اوت وهذا ان، وبعدين هنا فيه ان، يعني فيه اثنين ان واحد اوت.
ما اقدر اسوي واحد اوت ثاني الا هذا اوت سكند. طيب ايش المشكلة؟ مشيه جنب ال ايوه خلص الكابل عندي ولا ايش؟ اي والله خلص الكابل عندي. خلنا برجع الاوفيس اشتري كابلات لاني جبت العيد فيها. لا ايش اعتبر ان المشن خلص؟ تكفى قل غيرها تكفى. لا والله راح المشن. المشكلة الكابل اذا استخدمتها غلط يروح عليك. طيب خلنا نشوف هذه وش عندها. العجيز سينسور فروم ماي باثروم. إذا رجعنا الحمامات، سمعت من أصدقائي إنك كهربائي مبتدئ. أنا مش مبتدئ أبدا، مش مبتدئ لا تغلطين. عندي كاربون إيش مونوكسو، حتى هي ملخبطة كتبت لي مرتين، كاربون مونوكسايد سنسر. ما أدري هذا سنسر عشان إيش بالضبط، بس الظاهر إنه تنبيه لشيء معين اللي هو الكاربون، بس ليش تنبيه ما أدري. عجيز تحتاج هذا الشيء. اوكي جابت لي هنا وانا رايح على بالي بروح بيتها. بسيطه لعباتي هذه الامور. اول شيء يا اخوان نسوي تيست، طبعا خربان بروكن، عشان اعرف ايش اللي بروكن فيه لازم نسوي له. وين البرغي هذا من ورا؟ افتح اول مسمار. حلو المسامير يوم ترمي كذا تحس فيه. اوكي نفتح البطاريات. لازم افتح كل شيء، اتوقع لازم افتح كل شيء عشان اشوف ايش اللي خربان. فنان يا اخي فك المسامير والله ممتع. طيب لازم نفك هذا يمكن قبل الاول. حلو حصلنا الباتري سوكت هو اللي خربان، فبنسوي له ريبليس ونفك البطاريات. وش باقي بعد؟ ما خلينا شيء في الجهاز. اوكي حصلنا سكرين بليت، ممكن نسوي له ريبليس وممكن نسوي له فكس. نسوي له ريبليس. 300 دولار، هي كم دافع اصلا؟ اوكي شوف هذا الأداة عشان تفك ال شو اسمه، نحتاج نشله بهذا 60 دولار. اوكي عندي فلوس الحمد لله. طيب نيجي نفكه، بعدين هذا اللي نبدله ريدي تو باي بواحد دولار يا اخوان، بدل ندفع 300 دولار بندفع دولار واحد هالمرة، لأن جينا نصلح ما جينا نبدل بالكامل. الله هذا بالحرارة. حلو الليل في سنسر بعد خربان، يا ليل ام الليل. نبدله ب7 دولار. والله ابغى اشوف كم بتعطيني فلوس انا هذا على الشغل هذا كله. باقي شيء بعد خربان؟ اوكي هذا تمام، هذا تمام يا ليل. اوكي الحين طلع لي بارت فيكست جريت، ظهرنا خلاص كل شيء تمام. نرجع نركب البطاريات، نسكر الغطاء، نقول بسم الله يا رب خيرا اشتغل. يوه 340 دولار على الوقت هذا كله، والله العظيم. عجيز خلاص ما باخذ منهم مشينات مرة ثانية. اي خلاص هذا الارشيف. دقيقة ريبيت، اي والله اقدر ريبيت الحمد لله. حلو رجعنا لك رجعنا لك. وين الفلاش لايت؟ ايوه كم كيبل معي؟ 15. ان شاء الله انه يكون كافي. مفروض قلنا انه نشبك من الاوت سكند الى الكورنر هذا. شبك حلو، وبعدين الى الكورنر هذا نوصله من الجدران، وبعدين نجيبه هنا. حلو كذا توصل بسم الله. افا ليه غريبة والله غريبة. ترن اوف ليفت. اوكي الله يخرب بيتك، مخلي الكليك يمين عشان تشغل السويتش اليمين وكليك يسار تشغل. اوكي كذا خلصنا المشن. كونجراتيشن يو هاف كومبليت اول تاسك جو تو دور. بس يا شباب اتمنى المقطع نال اعجابكم، لا تنسوا تقييم الفيديو باللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك. نشوفكم ان شاء الله اذا نزلت اللعبه كامله، اذا كانت فيها مهمات صراحه فيها يعني فيها صعوبه فيها شويه حرك مخي. نظام السهوله هذه انا ما تجي معي يعني عرفت. المهم قبل لا هايط بزياده اشوفكم ان شاء الله على خير، شكرا على المشاهده.